الجماهير صدمت في استبعاد كهربا، انت شايفه ازاي الاول؟ وهل هناك ردود افعال من كهربا او من النادي الاهلي؟ عايزين بس في البداية بنوضح للجمهور ان استبعاد كهربا ده مجرد تسريبات او معلومات من الداخل انفرد بها وحده الكابتن احمد شوبير عبر صفحته الرسمية، فمش خبر مؤكد، لان احنا لما تواصلنا مع مصادرنا داخل النادي الاهلي سواء من اللعيبة او من الادارة الفنية للفريق اكدوا لنا ان لن يتم الاعلان عن قائمة المباراة الا ظهر الغد بعد الختامي واختيار اللاعبين للتوجه بهم لاحد الفنادق للمبيت بها استعدادا للمباراه. اما خروج كهربا من القائمه بشكل رسمي ده امر سابق لاوانه ولم يتم الاعلان عنه، وربما ربما ربما نفاجئ بوجود اسم كهربا في قائمه ماتش الزمالك بكره باذن الله. ده طبقا لمعلوماتنا من داخل النادي الاهلي، واللي بياكد معلوماتنا ان الراجل كهربا لعب مباراه المرج وشارك في المباراة 90 دقيقة كاملة بيلعب المباراة وجاب جول جميل جدا على طريقة رونالدو، مع احترامنا للإمكانيات والفرق كبير جدا في الإمكانيات بين الأهلي والمرج، بس لاعب بيلعب ثاني يوم أو ثالث يوم مباراة حصل فيها مشكلة وأزمة التسريبات، وتابعنا ما حدث في المؤتمر الصحفي عقب مباراة البنك الأهلي. فأعتقد إن كهربا سيكون متواجد وبقوة في قائمة النادي الأهلي على الأقل لو مش هيلعب حفاظا على استقرار الفريق، لان انت لو تم استبعاد كهربا من القايمه بيفتح باب كبير جدا من الجدل حول علاقه كهربا وموسيماني، اللي العلاقه ما بينهم اساسا ليست على افضل ما يكون، وبالتالي سيكون هناك ازمات كثيره جدا النادي الاهلي في غنى عنها في الوقت الحالي. طيب يعني خلي بالك كده مفاجاه، وعايز اقول بننفرد بيها وبشكرك على المعلومه، وعايز اقول يا جماعه ان الاستاذ هاني عبد الصبور واحد من افضل الناس اللي بتغطي النادي الاهلي، اخويا الصغير ولكن اشهد له بده، ومفاجاه يفجرها معانا الاستاذ هاني عبد الصبور ان ما قيل باستبعاد كهربا موضوع لا اساس له من التاكيد. مجرد تكهنات او معلومات او أو, أو, او تسريبات او تسريبات تمام. خلي بالك برضي يعني حد بيكلمني بيقول كلام الاستاذ هاني صح، لان حتى الكابتن اسلام الشاطر بيلمح لوجود كهربا في مباراه القمه. بس الامر منطقي، يعني انت حتى لو انت احنا من خبرتنا داخل النادي الاهلي يعني حتى لو لاعب فيه مشكله كان الاولى بيه ما لعبوش مباراه المرج، طب انا هلعبه مباراه المرج الوديه ليه؟ يعني حتى في الاهلي المشاكل اللي بتثار وبتخرج لوسائل الاعلام بيكون في محاولات من الجهاز الاداري والجهاز الفني لاخفاء هذه المشكلات خوفا من التاثير على تركيز الفريق. فاعتقد ان امر زي استبعاد كهربا من القايمه هيفجر جدل كبير جدا 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 بين الجهاز الفني وبين كهربا. انت عارف يا هاني بيفكرني بايه؟ وانا ضيفي العظيم فرج بيه عامر بيسلم عليك واخد رايه. استبعاد كهربا لو حقيقه هيفكرني بالحركه اللي عملها المدير الفني لمنتخب مصر لما استبعد قفشه ومحمد شريف، الدنيا اتقلبت، عشان كده الدنيا مقلوبه في الاهلي. ولكن هو حتى تخيل يا ريس ان استبعاد قفشه ومحمد شريف والراجل ما فيش بينهم اي علاقه مسبقه، يعني هم يا دوبك تدربوا معاهم بالظبط. لا انا بتكلم على الحاله، يعني النهارده يعني حتى الكابتن، انا قلت في نفسي ايه هاني؟ قلت حتى الكابتن سيد عبد الحفيظ هيقول له ناخده وما تلعبهوش علشان الجدل الاعلامي اللي انت بتقول عليه. وبعدين هو انت اللاعب زي ده لما تستبعده في التوقيت ده يا ريس انت لسه عندك فتره انتقالات الجايه في يناير، يعني انت هتقعد تحط مشكله وقنبله موقوته جنبك على الدكه من نوفمبر لحتى فتح باب الانتقالات في يناير. كهربا لاعب مش هيسكت، وكهربا لاعب مش صغير، خصوصا ان خلاص مجرد استبعاده فانت بتؤكد وبتثبت لوسائل الاعلام وبتثبت لكل الجمهور ولكل المتابعين ان في مشكله وفي ازمه داخل النادي الاهلي بين كهربا وبين موسيماني، اللي بالمناسبه ان موسيماني كان رحب رحيل كهربا في بدايه الموسم لو جاله اي عرض، يعني هو المدير الفني ساعتها رحب وقال لك ما عنديش مانع لو جاله عرض مناسب من الناحيه الماديه بالنسبه للنادي الاهلي وحابين تستغنوا عنه انا ما عنديش مشكله مرحب بده. فده لما تيجي تربط كل الخيوط او تربط كل المعلومات والمشاهد اللي حصلت على مدار الايام الماضيه
وتربطها مع خبر استبعاد كهرباء، احنا ممكن نؤكد ان لو بكره تم استبعاد كهرباء من القايمه يبقى خلاص ان نهايه العلاقه بين كهرباء والنادي الاهلي رسميا، وكهرباء سيكون خارج الاهلي في يناير حال استبعاده من قائمه مباراه الزمالك. خليني اكد معاك وعلى باب الله انا وانت، كهربا سيكون موجود ولن يستبعد. طيب عشان نقفل الصفقه دي، فرج بعامر الاستاذ هاني يعني صريح وواضح وكلامه منطقي جدا، رايك انت تصدق الاستبعاد وان الاهلي يطلع منه مثل هكذا التسريب؟ وزي ما قال هاني مستحيل ان ده يتسرب وبكره الكلام النهائي ومع وجود كهربا ولا لا؟ هو كهربا لعيب كبير، لعيب كبير جدا ولعيب ممتاز، وانا يعني ما كنتش اتمنى ابدا يكون في ازمه من قبل كده حتى بين طبعا بين كهربا وبين موسيماني. وطبعا ما حدش يقدر ينكر ان الازمه دي بدات لما كهربا حصل نوع من الخطا، بس اعتقد ان حصل نوع من الصلح وانتهى الموضوع، وما حدش يقدر ينكر امكانيات كهربا، وما حدش يقدر ينكر اهميه كهربا. وفي ماتشات كتيره جدا بتبقى مع كهربا، كهربا بينزل بيجد حلول. كهربا لعيب ذكي ولعيب عنده مهارات عاليه جدا، ولعيب لما بيكون مركز بيكون من احسن اللاعبين في مصر في كره القدم، وبرضه بيتعامل على المرمى بشكل مؤثر جدا. انا بتمناش ان يكون في مشكله، ومش من مصلحه الاهلي ان يكون في مشكله، ولا من مصلحه موسيماني، ولا من مصلحه كهربا ان يكون كده. وانا بتوقع ان كهربا يكون بكره في موجود في قائمه الاهلي لمباراه الزمالك. طيب استاذ هاني، جاءني الان اهو كابتن احمد شوبير تاكيدا لكلامك، موسيماني اخبر المقربين منه ان استبعاد كهربا من قائمه الزمالك ليس له علاقه اطلاقا بما حدث في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراه البنك الاهلي. الامر انتهى تماما واتضحت براءه اللاعب من تسريب الاخبار. القصه ان موسيماني يرى فنيا عدم مشاركه كهربا في مواجهه الزمالك، ويرغب في ضم عناصر دفاعيه اكثر من العناصر الهجوميه التي ينتمي لها كهربا، بخلاف العصبيه مع وجود جماهير ممكن يخسر كهربا ويخسر الاهلي، خصوصا ان هو ممكن ما يتحملش عصبيه الجماهير او يستفزوه. وليس لدي معلومه اكيده بذلك، لكن هذا اعتقادي من خلال قراءتي للمشهد، ومن الوارد ان نرى كهربا بعد ذلك يشارك بشكل اساسي. يعني يبدو ان شوبير سمعك وبياكد كلامك يا هاني. لا، يبدو ان التليفون جاله والناس زعلت منه، يعني مش يبدو ان يعجبني صراحتك. يعني يبدو ان التليفون جاله والناس زعلت، يعني مش زي تكتب كده، خصوصا ان الصفحه برضه خلينا نكون واقعيين برضه ومنصفين، ان الصفحه بيديرها عدد من الصحفيين او بعض الادمن. عشان كده تصريحات شوبير في الاخر قالت لك ايه؟ قال لك هذا توقعي واعتقادي، ولكن ربما تجد كهرباء اساسي. نفس كلامك. اصل موضوع ان انت تستبعده عشان الاستبعادات ده يا ريس، هو يقصد وبيلمح لمباراه السوبر الشهيره اللي كانت عاقد فيها كهربا وشيكابالا، والازمات اللي احنا شفناها في السوبر الاخير بينهم في الامارات. المباراه دي من كذا سنه، من فتره احنا كنا لسه ما كانش في كورونا لسه. انا معاك، انا ده يعني الف وما يبقاش بيخرج عن النص، بس هو كابتن شوبير المفروض احنا لو هنستبعد كهربا للسبب ده احنا كده بنرجع لنقطه الصفر. حبيبي هاني كلامك مظبوط، هو جه تليفون والتليفون ده خلى الكابتن يراجع نفسه ودرك الامر ببيان جديد او بمنشور جديد بيوضح خلاله الصوره، ان خلاص استنى هستبعد لاعب، يعني لاعب كان بيلعب. طب انا دلوقتي مثلا هو انا دلوقتي لو كهربا انا قررت استبعده كمدير فني الاولى بيا، طب انا هلاعب كنت بلعب المرج وديا، طب تامين دفاعي ايه اللي هعمله؟ يعني انت عايز تقنعني ان بكره هنلاقي او في القايمه هنلاقي ان كهربا استبعد مش هيخش مكانه طاهر محمد طاهر؟ ما هو مش تبديل دفاعي، وكهربا من اللعيبه الفنيين اللي يقدروا يفيدوك حتى لو على المستوى دقائق معدوده في المباراه، بجانب ان انت كهربا لاعب عنده حماس وعنده غيره زي ما بنقول، وهيبقى سعيد وهيبقى حريص اكثر حرص ان هو يسجل في شباك نادي الزمالك. وما اعتقدش ان انت لاعب بالمواصفات دي بالامكانيات الفنيه دي تخسره الا لو كان في سبب اخر غير فني، يعني سبب غير فني تخسره. فنيا لا، كهربا من اعلى، ده كهربا اعلى من الباكات من الاجنحه الاجانب اللي جم.
يعني شوف بنشوف احنا بنفهم كوره برضه على قدنا. لا كهربا لعيب كبير جدا، امكانياته فنيه كبيره، ما ينفعش اي مدير فني يخسره الا لو هناك سبب غير فني. انا موافق سيادتك، موافق سيادتك. انا دلوقتي كهربا لعيب كبير، كهربا لعيب كبير جدا وعنده امكانيات فنيه وعنده حساسيه على المرمى وذكي وبيشوف الملعب كويس قوي وبيقرا الملعب وبينزل بيدي نشاط كبير قوي وممكن استغلاله في اكتر من مكان. كهربا لعيب كبير من احسن اللعيبه الموجودين على الساحه المصريه فنيا، هو عملاق فنيا. كهربا ده لاعب عملاق عملاق، وانا صعبان عليا جدا ان يحصل كل الكلام ده. هو تربص اعلامي لان كهربا ده احنا ممكن مصر يجب ان تستفيد منه كمان في المنتخب القومي. انا شايفه من احسن اللاعبين اللي بيلعبوا في مصر واللي موجودين في مصر. بعت دلوقتي انا يا استاذ هاني لبعض المسؤولين في النادي الاهلي، اكد علي صحه كلامك وان كهربا حتى الان موجود وما فيش اي اجتهادات قبل خروج القائمه الرسميه عقب مران اليوم الخميس والذهاب الى المعسكر.